معذره تقطع الاتصال، ما عرفتش علاش تقطع، والمهم تقطع. المهم اللي بغيت نقول، الا كنتي خايف من السحور شغلك هذاك، احنا ما تعرفوش بالسحور اصلا، ولكن بالنسبه للناس لاي بولحيه اللي يجي باش يرسخ هذا المعتقد في المجتمع، شوف دابا فين ولينا، كل بين راقي وراقي كاين راقي وسط منهم وداير لاباس. انتم رسختوا هذا الشعوذه، ورسختوا هذا المعتقدات ديال الزفت، وتجي تقول لك حقه منكر، ولا ورا انتم اللي مرسخين هذا الشيء، مرسخين الشعوذه، استحملوها. وهذا اللي تيهضر يقول لك خايف من الشوافه، تقد على مرا ديال بصح، راه عزيزين عليكم هاد العيالات اللي كدير لك تحني لك الراس وتمشي تسحر لك المراه. الا جات شي مراه محترمه ولا بنت محترمه وقالت لك حقيقتك في وجهك، راه ما غاديش يعجبك الحال، وما غاديش تجوجها، وما غتعمرش معاها. هادشي اللي فيكم ما اصلا من الاخر، بحال هذاك بوسروان اللي كيصورك، ما راجلش، راه ماشي الرجله انك تنفخ كتافك على وحده هذيك اللي في دايره في حالها، اللي جايه اصلا تسحر، وحده اللي جايه اصلا تسحر مكسوره، اصلا مكسوره ما في دهاش حريم، واش فهمتي؟ باش انت تنفخ كتافك عليها ودريويشه، باينات فقيرات ماشي شي وحدينات، هادوك اللي بانوا لك ما بانوش لك شي وحدين كيصودوا شي كات كاطات، وما بانوش لك شي عفاريت رجال كيمشيو عند السحارات وعند الشوافات، تعديتي غير على شي وحدينات اللي مسكينه افقر من الفقر، باينه فيهم وتابعها وكتسب وتعاير، وتابع المراه اخرى وكتقول رايك في الفورمه ديالها، يا كبيره يا صغيره، ما عيب عليكم. وهادشي راه خويا يقول لك، يجي واحد ساكن في امريكا ولا ساكن في اوروبا ويقول مزيان المنكر، اش غادي نقول لك انت اللي ساكن في اوروبا، ولا مثلا ساكن هنا عندنا في بوسطن وتعلق بحال هكاك، اش غادي نقول لك؟ انت حشره قل من الحشرات، انت قل من ديك الشوافه اللي اصلا غاديين عندها، انت قل منها. هاد الدرجه ديال الكراهيه، ديال الكراهيه ديال المراه بزاف عندكم، والكراهيه ديال الدريوش كتحقروا على شي واحد ما قد على حتى شي حاجه. اصلا هذوك البنات اللي شفتك معدي عليهم، اللي معدي متعدي عليهم في الفيديوهات، واللي كتصفقوا ليهم، واللي كتصفقوا لهذا الحمار هذا، هذا البهيمه هذا، هذا الجورتومه هذا اللي متعدي عليهم، راه ما عندي ما نقول لكم، ما بقاش عندي، واش ما بقاش فيكم لا انسانيه، ما بقى فيكم حتى حاجه. انا ما كنعتقد حتى شي حاجه من داكشي ديالكم، لا اعتقد بالسحر ولا اعترف به ولا كنخاف منه ولا حتى شي حاجه، ولكن باش ديروا في شي وحده اللي مسكينه فعلا مستحمله شي حيوان بحالك انتاني وجايه تسحر ليه، ولا ما عرفتش جايه دير، هذه برده زيد راه مراه مكسوره، ما لا حول لها ولا قوه. كاينين شي وحدينات عفريتات ايه، ولكن ماشي هادو، وتجي تفخم وتعرض الفيديو ويصفقوا لك. يا سلام يا سلام على الفهامه، وبغيتوا الحريه وبغيتوا الكرامه وبغيتوا نديروا بلاد زوينه، باش غنديروها بالخراب بحالكم؟ باش غينوض هذا المغرب؟ باش المغرب بغى ينوض؟ بغض النظر على المخزن وعلى اللي كيترأس، هذا الخرا، ما هذا الخرا؟ مواطن خرا، هذا غادي يدير، واش انت كتفهم؟ انا لا اعرف، ما بقيتش كنعرف، لان الانسان الاهل البلاد والدوله والمسائل الاخرى كيكونها اصلها المواطن، ما يمكنش اذا بغينا حنا، بغيتي حريه، بغيتي حقوق، بغيتي كل شيء، اذا خاصك تكون في المستوى ديالهم. ما يمكنش واحد يخرج الزنقه ويجيب لاباري فوتو ديالو ويتعدى على الناس بالسب وبالقذف، ويجيب لاباري تاع الوجه ديال المراه ويتبعها، ويجي واحد اخر حتى هو مواطن ساكن في الحضاره وساكن في فرنسا وساكن في المانيا وساكن في البلدان الاوروبيه وساكن في امريكا وكيستافد من حقوق امريكا وكيستافد من الحقوق في الشارع في برا، ويصفق لواحد البهيمه كيتصرف بحال هكا ويقول لك مزيان المنكر. يا اخي انت دابا الا كنتي هنا يتبعك ميريكاني حيت انت بليد اصلا، ويدير فيك بحال ديك الحاله، غادي تبداو تبكي وتقولوا الراسيزم، وتصفق على بنت البلاد، الواحد المسكين اللي مقوده عليه اصلا،
بغيتو يزيد تطحن، نتوما غتكونوا، نتوما غادي نكونوا بكم مواطنين وغتجيبوا الحقوق وغتدافعوا على سميتو غتفهموا. لا لا ما يمكنش، ما يمكنش معاكم، راه واخا جبنا لكم اينشتاين يسيركم ما غاديش تسيروا، ما يمكنش. افيقوا شويه الكراهيه ديال المراه اللي انت كتخاف من السحور، انت اصلا راه بهيمه، راه كتخاف من السحور، راه ما فاهم والو. واللي كون كان الخوخ يداوي داوي راسو، كون كان السحور كيفيدو خلي هذيك الشوافه ولا ديك السحاره تسحر راسها تطير من تما، تطير على بغله وتم جايه تعيش في الرخاء والهناء. ويدي وقال لك حق، قال لا كتغير منكر. لا سي حنا ما معترف، لا نعترف بشيء اسمه المنكر، ما من حق حتى شي واحد يتبع شي واحد في الزنقه ويتعدى عليه بهذاك التعدي. واش التعدي اللفظي ما كتفهموش؟ تصور في الزنقه بوبليك اه، ولكن تعدى، تعدى على المراه اللي خدامه شوافه، ماشي ماشي حرام الشوافات وماشي غير قانونيا. وحنا اصلا لا نعترف بشيء سميتو حرام ولا حلال، ولا نعترف بشي حاجه سميتها منكر. اذا الا كان غير قانوني دير بها شكايه، نعم سيدي عند المسؤولين يسدوا ليها يجيو يتحاسبوا معاها. ماشي انت كنتي مصاحب معاها ولا ما عرفت عندكم شي مشكله ولا بغيتي غير تبتز منها الفلوس ولا شوف شنو بيناتكم وجاي كدير هاد الحاله، واصلا ماشي مهم واخا كاع ما تعجبكش. انت ماشي هو، انت ماشي بوليس وقاضي ومنفذ. اه ياك لاباس هاد السلطات كاع خديتيهم، هاز الكاميرا ديالو كيتسجل وكيتعدى على الناس في الشارع، والمغاربه اللي ساكنين في برا كيصفقوا ليه. الرجال نتوما رجال، نتوما ماشي رجال وماشي حتى نقول لك شنو، البهايم الطف، البهايم اشرف. انه تشوفوا بحال هذا التعدي، هذا التصرف ديال البهايم، ويجي واحد ساكن في اوروبا ولا في امريكا ويصفق لهذا الحيوان هذا، يصفق لهذا البهيمه، وهذاك البهيمه اللي مقابل معاه وتيدير معاه مقابله ويقول له شنو ما تشنو. يا اخي انت بهيمه، انت ماشي صحافي، انت بهيمه والبهيمه اشرف منك. عطيو لي ليميتي اللي ما تعرفوش ليهم الثقه، وهذا الشيء اللي عندي ما يتقال وسمحوا لي. المهم ما